أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ من العناوين. في الهيئة نقرأ: كركوك، نقص كبير في الأدوية والأجهزة الخاصة بمرضى السرطان. جاء في المدى موقع إخباري: هل ستلجأ الفصائل إلى مهاجمة القواعد التركية في العراق؟ ألترا عراق عنوانت: الفراغ السياسي، قاب قوسين أو أدنى، 58 نائبا فقط في جلسة انتخاب الرئيس. الشرق الأوسط: جاء فيها اللقاحات المضادة لكوفيد 19 ترفع أرباح فايزر في 2021 إلى 22 مليار دولار. يقينة العراق استمرار الخلافات السياسية حول جلسة انتخاب رئيس الجمهورية. نتصفح في عربي 21: فعاليات مناهضة للاحتلال في فلسطين وحملة اعتقالات جديدة. ونقرأ في الجارديان: تقرير من أمنستي يؤكد على إجماع واضح حول تحول إسرائيل لدولة فصل عنصري. أهلا بكم. الاقتصاد الأسود في العراق وأثره على المجتمع. عمر الحلبوسي يقول، نبدأ من مقاله عمر الحلبوسي في صحيفة الميثاق الوطني، يقول: حيث يتسارع الوضع في العراق نحو الانهيار الحاد جراء انتشار الفوضى التي تضرب أطناب البلد، مما جعله أكثر انتعاشا في الاقتصاد الأسود ويتفوق كثيرا على الاقتصاد الحكومي بأرقام مخيفة جدا تقوده الميليشيات والأحزاب التي جعلت العراق ساحة اقتصادية سوداء تهلك البلد والمجتمع. يشهد العراق منذ عام 2003 تصاعدا خطيرا في الاتجار بالبشر في مجتمع يعاني من التفكك والانحدار المرعب الذي يخيم على الوضع العراقي جراء سلطة الميليشيات، إذ تشهد الملاهي الليلية التي تديرها الميليشيات عمليات اتجار بالبشر لكلا الجنسين، كما يشهد العراق عملية الاتجار بالأعضاء البشرية في المستشفيات الحكومية والأهلية، وتدار هذه التجارة من قبل الميليشيات وتهريبها إلى إيران لتدر عليها ملايين الدولارات جراء تجارة الإجرام الأسود. كما يشهد العراق عملية انتشار البضائع المهربة التي تدخل عبر الحدود مع إيران وتركيا وسوريا، وقد ساهمت بتدمير الاقتصاد الوطني والقطاع الزراعي العراقي. وقد فرضت الميليشيات والأحزاب سيطرتها على الحدود العراقية، وأخذت تستخدم نفوذها وسلاحها لممارسات هذه التجارة التي تهدف إلى إغراق السوق العراقية بالبضائع الرديئة المهربة من الخارج، مما تسبب بتعطيل المصانع والمعامل المحلية وتفشي البطالة الكبيرة في المجتمع وانعدام فرص العمل وشل الحياة الاقتصادية في العراق. وتنتعش عملية غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في العراق بشكل مرعب عبر مصارف وشركات صيرفة تابعة للميليشيات وتجار تابعين لهم يهربون الأموال الصعبة بعض البلدان خارج العراق التي تعج باستثمارات تابعة للميليشيات والأحزاب، والتي جعلت من العراق واحدا من البلدان التي تشهد تصاعدا مستمرا في تهريب العملة الصعبة. قد تكون هذه أبرز أوجه الاقتصاد الأسود المنتشر في العراق، لكنها في الوقت نفسه لا تنحصر بهذه، فهناك أوجه كثيرة بعضها معلوم والبعض الآخر قد يكون خفي يتكشف مع الأيام القادمة. أنتقل وإياكم إلى ألترا عراق. جاء فيها: التوثية مصطلح شعبي عراقي يستخدم للدلالة على العصا الغليظة والقصيرة، وتسمى التوثية طبعا كناية لأنها تؤخذ من شجرة التوت. انتهى استعمال التوثية مع نهاية عصر الشقاوات أو الفتوات، وغابت عن المخيال الشعبي العراقي حتى أعادها السيد مقتدى الصدر بجدارة إلى الواجهة بعد ليلة التواثي الشهيرة في ساحة التحرير،
تحت إشراف القيادي في التيار الصدري أبو دعاء العيساوي، عندما اقتحم أتباع التيار الصدري ساحة التحرير لتمرير مرشحهم لرئاسة الوزراء آنذاك محمد توفيق علاوي وتقديمه خاوة كما يقال في المصطلح الدارج العراقي كمرشح للثورة بقبعاتهم الزرقاء وضربات تواثيهم الأبوية التي نزلت صعقة على رؤوس شباب الساحة محملة بوصايا السيد القائد، بحسب الكاتب سيف حسن في موقع ألترا عراق. ينتصر الكاتم في الظاهر ويعود الثوار إلى بيوتهم أو منافيهم أو قبورهم، وينشغل المجتمع باستعراضات رئيس الوزراء الإعلامية وفوضى الميليشيات وجدل الانتخابات البرلمانية، ثم يتشتت شمل الثوار هربا من الصمت البارد للكاتم أو ظل التوثية القامع. فثنائية الفتح سائرون التي أفرزتها انتخابات العام 2018 استحالت بعد ثورة تشرين إلى ثنائية أقبح التوثية والكاتم، وعبر سلسلة طويلة ومريرة من الانتهاكات التي طالت العراقيين في السنتين الأخيرتين، أصبح من الممكن لأي مواطن أن يربط ذهنياً التوثية وكاتم الصوت كرمزيات للدلالة على أصحابها بانتظار مرحلة أخرى عنوانها حتى الآن فوز الصدر ب73 مقعداً عبر انتخابات قاطعها القسم الأكبر من المحتجين. على الجانب الآخر، ظهر انعدام التجانس والهستيريا الولائية بدأت منذ مطلع العام 2020 وصولاً إلى يومنا هذا، حيث تتخبط قوى الفصائل الولائية وتعيش أسوأ أيامها حالياً، فقوة الضبط المركزية رحلت مع سليماني وتناغم الإيقاع بين أمراء الحرب، رحل مع المهندس. وهنا يبرز السؤال الكبير للمرحلة المقبلة، هل التوثية الأبوية أخطر من الكاتب فعلا؟ سؤال وجيه، إذ يبدو أنها كذلك على المدى البعيد، فمفهوم الحكم لدى الصدر هو مفهوم ما قبل حداثي بطريركي أبوي تجد له دلالات لا تحصى في تغريداته ولقاءاته المتلفزة وأسلوب تعامله مع أتباعه كذلك. سيادة مطلقة تقابلها تبعية عمياء يستمدها الصدر من إرث ديني ربما، لكنه في نفس الوقت يملك الميليشيا الأكبر في العراق، سرايا السلام من لا يعرفها أو جيش المهدي مع صلاحية حصرية لتحريك عشرات آلاف المسلحين المجمدين بين مزدوجين متى شاء. عن الصحة في العراق أحدثكم، كتب أحمد جميل إبراهيم، ما زاد الطين بلة هو ظهور وباء فيروس كورونا وتحوراته التي انتشرت في جميع دول العالم بسرعة فائقة، ما أدخل العالم برمته في حالة طوارئ صحية بسبب الانفجار الكبير في الإصابات والوفيات. لم يكن العراق بمعزل عن هذا الوباء الخطير، فكان له حصة الأسد على مستوى العالم إن لم أبالغ، فمجموع الإصابات أكثر من 2 مليون إصابة، وحالات الوفيات زادت إلى 24,000 متوفي بحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية طبعا، والسبب طبعا لسوء الواقع الصحي بل انعدامه تماما. فالمؤسسات الصحية في العراق أصبحت مراكز وبائية تساهم في انتشار الفيروس لأنها غير مؤهلة إطلاقاً وأبداً لاستقبال عدد كبير من المرضى، إضافة إلى زيادة حالات الوفاة بسبب افتقار المستشفيات لأجهزة الفنتليتر التنفس الاصطناعي. يتفق جميع العراقيين أن الواقع الصحي في العراق سيء جداً، والمؤسسات الصحية متهالكة وتعتبر ضمن تركات النظام السابق في ظل الحصار الاقتصادي في تسعينات القرن الماضي. ومع تأسيس نظام لعراق جديد كان يفترض أن يوضع بحسبان القائمين على بناء الدولة العراقية الجديدة التركيز على قطاعين مهمين في بناء وحماية المجتمع، هما التربية والصحة، من أجل أجيال جديدة متعلمة تعيد بناء البلد. ولكن ما حصل هو العكس تماما، حيث زاد الخراب والدمار
بسبب سوء التخطيط وانعدامه تارة وإهمال الحكومات المتعاقبة تارة أخرى، فالمستشفيات الخربة أسوأ من ذي قبل، وما تم تغييره هو تسمية بعضها فقط، وما بني ويبنى من مستشفيات حدث ولا حرج. ففي ظل فساد ينخر مفاصل الدولة كان للقطاع الصحي حصة منه طبعاً، ف90% مما بني من مستشفيات جديدة لا تقدم خدمات صحية مناسبة رغم تجهيزها بمعدات وأدوات طبية متطورة، ولكن المستشفيات بين معطل وبين من تعاني نقصاً في الكوادر. وفي حال توفر الكادر فهناك مؤشرات كثيرة على ضعف هذه الكوادر علمياً وعملياً، والسبب مرتبط طردياً بخراب التربية والتعليم طبعاً. طبعاً بين مهتم وغير مبال، ينتظر العراقيون الاهتمام بالواقع الصحي ومؤسساته وإصلاح ما يمكن إصلاحه في ظل نسبة فقر تجاوزت 40% من السكان، ما يعني صعوبة تحمل المواطن تكاليف الرعاية الصحية في المستشفيات والعيادات الخاصة واعتماده مضطراً على القطاع الصحي الحكومي. ومع دخول المتحور الجديد أوميكرون العراق، فالواجب على الحكومة الجديدة أخلاقياً أن تولي اهتماماً خاصاً ضمن منهاجها في تطوير القطاع الصحي بجميع جوانبه العلمية والفنية والخدمية، ناهيك عن البنية التحتية البائسة. جاء في المدى يقول الكاتب رعد العراقي: ترقد ألعاب القوى العراقية بزاوية مظلمة في أحد مخابئ الرياضة العراقية التي كثر بها الراقدون من اتحادات ألعاب مختلفة لا نسمع بها غير صرخات التنافس والصراع في مواسم الانتخابات أو أوقات المطالبة بعطايا الدولة من تخصيصات مالية تدعم خزينتها، لكنها تدخل في صمت مريب حين تحين البطولات ويحصد الناجحون ثمار جهودهم تاركين للفاشلين سلات الحسرب. يعيش اتحاد ألعاب القوى في الفترة في حيرة من أمره بعد توارد أخبار عن محاولته تمديد عقد رعايته من أحد المصارف بعدما أخفق في استثمار الأموال الكبيرة التي منحها المصرف في تطوير اللعبة أو تحقيق نتائج حقيقية على المستوى الخارجي تسهم بذات الوقت في التسويق والترويج للجهة الداعمة كحق مشروع في استثمار متبادل بين الطرفين. إن صحت تلك الأخبار بكل تفاصيلها، فإن الاتحاد المذكور قد وضع نفسه في أكثر من مأزق، يبدأ أولاً عن مصير الأموال السابقة التي استلمها وكيفية التصرف بها ومحصلة النتائج التي خرج بها خلال تلك التجربة، وثانياً مسؤوليته عن فشل تجربة وزارة الشباب والرياضة التي شرعت إلى اعتماد مشروع تحفيز الشركات والمصارف في رعاية الاتحادات لتوفير الدعم المالي من أجل تأمين موارد إضافية لتطوير الألعاب. وبالتالي فإن تمديد تلك الأموال من دون تحقيق طفرة أو إنجاز هو رسالة مقلقة لبقية الجهات الداعمة بعدم وجود منهج وتخطيط لنجاح التجربة. إذن المسألة الأهم هو خواء خزينة الاتحاد للمرحلة القادمة وعودته إلى نقطة الصفر بالاعتماد على التخصيصات من الميزانية العامة التي كان يشكل عليها قلتها وعدم إيفائها بتغطية النفقات والمشاركات الخارجية، وكانت سبباً في تردي النتائج وتراجع مستوى اللعبة خارجياً. لكن الواقع يتحدث بلغة عقلانية لا تقبل التشويش وتخطي المنطق، فحال اللعبة يكاد يكون على نسق واحد تماماً لم يتغير سواء في زمن الاعتماد على التخصيصات الحكومية أو امتلاء خزينة الاتحاد بأموال الرعاية. في موقع عربي 21 كتب ساري عرابي مقال حول المجلس المركزي المجلس
المركزي الفلسطيني جاء فيه: ينعقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية أخيرا بعد تعطيل تجاوز 3 سنوات فقط. كانت آخر دوراته السابقة في تشرين الأول أكتوبر 2018، وذلك بخلاف اللائحة الداخلية للمجلس التي تنص على عقد دورة عادية كل 3 شهور بوصفه مؤسسة وسيطة بين المجلس الوطني وبين اللجنة التنفيذية، وهو الأمر الذي يعني تعطيلا فعليا للمنظمة بعدما حلت مكانها السلطة الفلسطينية، بما لذلك من دلالات هائلة على المسار السياسي بالانتقال من مشروع التحرير إلى مشروع السلطة المسكوفة بالاحتلال. أسباب عقد المجلس المركزي بعد هذا التعطيل الطويل فئوية متعلقة بترتيبات المشهد الداخلي على مستوى فتح والسلطة، فالمجلس لم ينعقد إلا بعدما حسمت فتح خلافاتها حول الأسماء التي سيجري تصعيدها منها للجنة التنفيذية والمجلس الوطني. وبما أن الانتخابات ملغاة وهي النافذة الوحيدة لمنح الشرعية لترتيبات السلطة وقيادتها، فإنه لا بد من استدعاء منظمة التحرير للتظلل بشرعيتها. قيادة السلطة بدورها ستمضي في طريقها، ومن المرجح أن تستدعى منظمة التحرير لشرعنة أي ترتيبات متعلقة بالسلطة، مما سيكرس واقعاً يفوق في سوداويته كل ما سبق. ومثل هذا لا يواجه ببيانات التنديد ومجرد المقاطعة، ولا بإعادة تدوير مقترحات المصالحة، وإنما بخطوات عملية جريئة دلالة هذه السياسات على الواقع ونتائجها على المرحلة الجارية أضخم وأخطر من وصف الانحدار السياسي، وهو انحدار مصحوب بأزمات اقتصادية واجتماعية فادحة وغير مسبوقة. وبما أن القيادة المتنفذة لن تقيم لذلك وزناً ما دامت السلطة هدفاً بلا أفق سياسي، وما دامت الانتخابات معطلة والمصالحة الوطنية مشروطة بالشرط الإسرائيلي، فإن سؤال الواجب العملي هو المطروح على بقية القوى الوطنية والتي كان يمكنها منذ إلغاء الانتخابات في نيسان أبريل الماضي ثم من بعد معركة سيف القدس أن تشرع في الترتيب لجبهة وطنية توحد موقفها وتنظم خطواتها وتظهر حجمها مقابل سياسات قيادة السلطة. قيادة السلطة بدورها ستمضي في طريقها، ومن المرجح أن تستدعي منظمة التحرير لشرعنة أي ترتيبات متعلقة بالسلطة، مما سيكرس واقعا يفوق في سوداويته كل ما سبق. ومثل هذا لا يواجه ببيانات التنديد إطلاقا، لا يواجه ببيانات التنديد ومجرد المقاطعة، ولا بإعادة تدوير مقترحات المصالحة، وإنما بخطوات عملية جريئة شجاعة مخلصة. وداعا للعبث الفرنسي في أفريقيا، توفيق رباحي يقول: بلغت العلاقات الثنائية بين فرنسا ودولة مالي مستوى خطيرا من التدهور، لم يسبق لأي سلطة حاكمة في مالي منذ استقلال البلاد في صيف 1960 أن تجرأت على طرد السفير الفرنسي لديها، لكن الانقلابيين الجدد امتلكوا شجاعة كافية أن يفعلوها في تصرف أصاب باريس العاصمة بالذهول، وفي جرأتهم أكثر من رسالة. ولم يسبق لسلطات مالي تعطيل زيارة رئيس فرنسي إلى باماكو في آخر لحظة، كما فعلت مع إيمانويل ماكرون أواخر الشهر قبل الماضي بحسب مقال للكاتب توفيق رباحي في صحيفة القدس العربية. طرد السفير الفرنسي من باماكو لا يمكن قراءته كمجرد توتر عابر بين بلدين يتكرر عبر العالم، إنه علامة على أن الوضع في منطقة الساحل الإفريقي برمته يتغير في غير صالح فرنسا، وعلامة أيضا على أن هيمنة فرنسا السياسية والعسكرية والاستراتيجية والاقتصادية على مستعمراتها الإفريقية السابقة دخلت مرحلة أفول.
مشكلة فرنسا في علاقاتها مع مستعمراتها السابقة في القارة السمراء أن ذهنيتها الاستعمارية لم تتطور، تغيرت إفريقياً اجتماعياً وثقافياً وديمغرافياً، ولم تتغير الرؤية الفرنسية لها. الفرنسيون اليوم ينظرون إلى إفريقيا كما في الستينات، نظرة ماكرون لها لا تختلف كثيراً عن نظرة شارل دي غول وجورج بومبيدو وفاليري جيسكار ديستان. هذه النظرة علاوة على أنها فوقية وتفوح عنصرية تكيل بمكيالين إزاء أي حدث في إفريقيا وخصوصاً الانقلابات، بينما أخذت إدريس ديبي الإبن بالأحضان بعد أن ورث الحكم المطلق عن أبيه في انقلاب ناعم ربيع العام الماضي. ها هي باريس تحاصر انقلابيي مالي الجدد، وهناك أمثلة عدة عن التناقض الفرنسي. لا علاقة للموقف الفرنسي من أي انقلاب في إفريقيا بمبادئ وشعارات الحرية والحقوق والحكم المدني. المصلحة وديمومة الهيمنة هما الفيصل. إذا كان الانقلاب يخدم مصالح باريس في الدولة والمنطقة ستدعمه وتدافع عنه عبر العالم، وإذا كان عكس ذلك تماما تحاصره وتخرج من أدراجها المغبرة شعارات الحرية والحقوق ومؤسسات الحكم المدني. كثيرا ما تسمح باريس لنفسها بإلقاء المواعظ وإصدار الأوامر والتوجيهات الفوقية، يقول الكاتب. وفي خبرنا اليوم، وفر مطعم في إيران لزبائنه تجربة تناول الطعام في سجن وهم يرتدون زيه المخطط باللونين الأبيض والأسود، في مشروع أطلقه موقوفان سابقان يخصصان جزءا من إيراداته لمساعدة من يقبعون خلف القضبان لعدم تمكنهم من سداد ديونهم في شرق طهران، حيث يستقبل مطعم الزنزانة 16 رواده برسم سجين يحمل الطعام في يد ويحاول بالأخرى خلع قضبان الحديد للهروب إلى الحرية. خلف قضبان مماثلة نشأت فكرة المطعم بين مؤسسيه بنيامين نخات 31 عاما وأرمان علي زادة 30 عاما، وتفرض القوانين الإيرانية عقوبات صارمة في حالات كهذه، إذ يتم توقيف الأشخاص الذين يقدمون شيكات دون رصيد أو لا يتمكنون حتى من دفع مهر الزواج أو حتى سداد القروض المصرفية في السجن لحين تمكنهم من سداد ما هو متوجب عليهم. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور. إلى اللقاء.